الاب تاعي شكون كل مره حكاية، كل مره تحكي لي حكايه وواحده ما تشبه لخوت. والانسان كيعود بعقله يخمم انسانه في 92. يعني هي قصدك من هذا الكلام انه هي متاكده وعارفه وراه باباك؟ انا متاكده 100% باللي هي عرفته. وما حبتش تقول لي به من العائله. طيب كملوا في ال كي دارت معاها قلت لها في هذا العام وثلاث اشهر على بالك باللي راني كنت اونسانت وزيدت وبني راه قريب يولي يمشي. هي وحيده صح بزاف، علاه تجيبي في دراري كاع هاك؟ دراري تاع هذا الوقت ولاو يعيوا. قلت لها لا راهم الوالدين هما اللي يعيوا، ولاتي ماهمش معيني والديه، اللي واحده هاربه منا، واحد هارب منا. بعد قلت لها يا ود ارواحي يا سيدي سوي لي الوضعيه، وري لي بي وشكون اجبدي، سوي لي وضعيتي، خدمي لي بابي تاوعي، راني دمرت راها ياك راك شفت استاذ لي بابي. ايه دوك نحكوا عليهم دبلوماتي صوالحي امري، ارواحي اقضي لي اخدمي لي كوارتي وروحي ربي سهل. دقيقة واحدة، أنا برك ما سأركز على نقطة شكون ماذا بيا نضو عليها، لأنه وحيدة أنا لما حكيتي لي تفاصيل حياتك يعني والقراية والعائلة والأولاد وزوجك، شفت باللي هذا الشيء ليس نادر على مجهولي النسب، ولكن شفت باللي حققتي ذاتك ونجحتي في حياتك بشكل مشرف جدا يعني، وأنت امرأة في منتهى الاحترام، وهذا الشيء احنا نفرحه لما نشوفه مجهولي النسب ما ضاعوش، لأن الحياة ممكن تضيعهم بشكل سهل، ولكن أنت ما ضعتيش، قدرتي تحققي أشياء كبيرة جدا في حياتك، يعني هذا الشيء شرف. شكرا ربي يحفظك. قلت لك وقلت لها باللي يعني رايحه نروح للشروق، يعني رايحه نتجه للسلطات المعنيه، لا حياه لي من تناتي. انت عندك هذاك الشك اللي يشبه اليقين بنسبه 99%، شكون هو باباك؟ راجل خالتي، معناتها راجل خوتي. يعني هي كانت عندها يعني الديقة اللي دارتها، الديقة هي واش دارت؟ مش انت هي الديقة باش نكونوا يعني فهمتك، عارفين لانه مجهول النسب لا يتحمل ابدا الطريقة اللي جا بها للحياة، لانه مش هو خيرها، هو هكا هي الدنيا هي صرات هكذاك. وهدرت مع خالتي اللي هي الزوج تاعها، اللي نورمالمون هي تكون الرياكسيون تاعها صعيبة، هدرت معايا عادي كي قلت لها واش سمعت واني حابه ندير لاديان. قالت لي يا بنتي انا واش نقول لك، راكي كبيره وتعرفي، وانا ما نقدرش نورط روحي في مواضيع كيما هذو، بصح تحبي ديري لاديان وانا راني في حياتي، وكانت امنيتي نجيب طفله راكي بنيتي، معناتها جاتها عادي، باسكو كان جات ما كانش والله ماهيش سامعه حاجه كيما كلها، مش فايته عليها ديرها خوتها الزوج تاعها بوي وليداتها، كانت هي اللي نورمالمون تكون الرده تاعها رده الفعل تاعها عنيفه. وهذيك لا. طيب